السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اولا طلب منكم تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكروا ربنا سبحانه وتعالى في الكومنتات، وتكون صدقة جارية ليا وليكم ونكسب حسنات مع بعض. ثانيا وصفتنا النهاردة ان شاء الله بيكون عاملة زي الكرياتين للشعر. الكرياتين البروتين بيبقى ليها نفس تأثير الكرياتين والبروتين بس بحاجات طبيعية. وصفتنا دي هتجربيها مرة كل أسبوع، هتعمليها مرة واحدة بس كل أسبوع وهتشوفي نتيجتها إن شاء الله، هتبقى حاجة حلوة جدا. الوصفة هي هنجيب كوباية زبادي وهنحط عليها 3 معالق نشا و3 معالق زيت أرجان و3 معالق زيت لوز حلو، هتخلطيهم مع بعض وتعمليهم زي ماسك كده على الشعر وتسيبيه لمدة 2 ساعة وبعدين تاخدي الشاور بتاعك عادي. ده ماسك كل أسبوع يتعمل مرة في الأسبوع وتسيبيه على شعرك لمدة 2 ساعة. دي كانت أول وصفة معايا النهاردة. تاني وصفة بقى لتفتيح الأماكن الغامقة في الجسم، الأماكن الحساسة، المناطق الغامقة في الجسم عامة ككل. الوصفة دي حلوة لتفتيحها. هتشوفي بياض ملحوظ فيها، يعني لو عندك منطقة غامقة في جسمك أيا كانت هتشوفي تفتيح ملحوظ، وان شاء الله تعجبكم الوصفه دي. الوصفه دي عباره عن زيت جونسون للاطفال اللي هو بيبي اويل بتاع الاطفال، بتاع الجسم اللي بيدهن على جسم الاطفال، ومعاه زيت ورد. زيت الورد حلو جدا لتفتيح الاماكن الحساسه وتفتيح المناطق الغامقه في الجسم، الركب، الاكواع، اي منطقة غامقة. جميل جدا 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 زيت الورد للتفتيح، وريحته جميلة جدا، يعني هتخلي جسمك فيه ريحة حلوة قوي كده. بتجيبي معلقة من زيت الورد على معلقة من زيت جونسون للأطفال وبتخلطيهم مع بعض، وبيدهن كل يوم قبل ما تنامي. كل يوم قبل ما تنامي بتدهنيها على الأماكن الغامقة في الجسم، إذا كان يعني أي منطقة غامقة، وبتنامي وبتكرر العملية دي كل يوم. يعني عملية الدهان دي بتكرريها كل يوم مع الاستعمال، إن شاء الله هتلاقي نتيجة حلوة جدا هترضيكي وهتعجبك. الوصفة دي أنا مجرباها شخصيا وبجد بتجيب نتيجة هايلة، بس مع الاستمرار على الدهان كل يوم هتلاقي تفتيح حلو والنتيجة هتعجبك قوي. أخيرا بقى طلبة من كل اللي شاف الفيديو، لو بجد فيديو عجبك واستفدتوا منه يعني تدعموني بلايك وشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.